احتفالات رسمية وشعبية حاشدة شهدتها عموم محافظات الجنوب احتفاء بالذكرى 28 لإعلان فك ارتباط الجنوب عن اليمن والصادر عن القيادة السياسية الجنوبية في 21 من مايو من عام 1994 ميلادية. فعاليات سياسية وشعبية عديدة يتقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي سبقت المناسبة بتحضيرات واسعة لاستقبال هذا الحدث، مؤكدة على أهمية الاحتفال به باعتباره بمثابة الأساس القانوني لاستعادة الدولة الجنوبية وإنهاء اتفاقية الوحدة التي أفشلها نظام صنعاء في مهدها وحولها من وحدة طواعية سلمية إلى احتلال متكامل الأركان. محافظة حضرموت شهدت احتفالا كبيرا تلبية لدعوة الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لأبناء المحافظة للمشاركة في الفعالية الجماهيرية الحاشدة التي نظمت صباح السبت 21 من مايو إحياء لذكرى إعلان فك الارتباط وإنهاء وحدة الضم والإلحاق. كما استجابت محافظتا مهرة وسقطرة للدعوة التي وجهها السلطان عبد الله بن عفرار رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لأبناء المحافظتين للمشاركة في الفعاليتين اللتين شهدتهما مدينتا الغيضة وحديبوه. وهي الدعوة التي أكد من خلالها السلطان بن عفرار بأنه لا مجال لأبناء المحافظتين للمطالبة بخيارهم المجمع عليها إقليم المهرة وسقطرة إلا في إطار الدولة الجنوبية الاتحادية، وهو ما تضمنته الرؤية السياسية للمجلس العام. الجماهير الشبوانية احتشدت بدورها في مدينة عطق تلبية للدعوة التي وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، ودعا فيها أبناء المحافظة بمختلف توجهاتهم ومشاربهم السياسية للمشاركة في الفعالية الجماهيرية المقامة بهذه المناسبة. العاصمة عدن ومحافظات لحج وآبين والضالع احتفلت هي الأخرى بذكرى إعلان فك الارتباط في أجواء تفيض بالحماسة والإصرار على المضي في مسيرة النضال التحرري حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة. الجماهير الجنوبية التي امتلأت بها الساحات في عموم المحافظات رفعت الشعارات المتمسكة بهدف التحرير والاستقلال والرافضة لإعادة إنتاج الاحتلال اليمني للجنوب، مؤكدة بأن مشروع الوحدة قد لفظ أنفاسه مع أول طلقة غادرة في صدر أول شهيد جنوبي. مضامين ورسائل مهمة حرص الجنوبيون على إيصالها من خلال الاحتفال بهذه المناسبة، أهمها التمسك بمطلب فك الارتباط عن اليمن وللتأكيد للعالم أن ما حدث بعد 21 من مايو 1994 ميلادية ليس سوى شكل من أشكال الاحتلال متكامل الأركان عمل النظام اليمني البائد من خلاله على فرض هيمنته على الجنوب بقوة السلاح وباستخدام القوة العسكرية الضخمة وتجييش القبائل، إضافة إلى الاعتماد وبشكل أساسي على الجماعات الإرهابية المتطرفة العائدة من أفغانستان. صقور الجنوب.